كرة لاحتساب كرة ثابتة خطيرة جدا. فاول في مكان خطير جدا بالنسبة لجريزمان، ممكن يسدد الكرة من مكان الآن. المحاولات المستمرة من الفريق الضيف لقتل المباراة من أجل الحفاظ على الترتيب. مستحيلة يا سواريز، ركلة حرة مباشرة بهذه الصورة بهذه النهاية. انظر لهذه الكرة، نشوف الإعادة. حارس المرمى كان قريب، لكن هذه اللقطة انتهت بهذا الهدف الغريب.